السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه، واحد الكرواسه اللي ساهله بلا توراق بلا حتى شي حاجه، كتجي هكا ساهله بواحد الطريقه اللي ساهله. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير ديال هذه الكرواسه اللي غادي نحضر معكم اليوم، هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق اولا 6 الكيسان بعبر كاس العنبه اللي هكا ما توفرش الميزان، كيوزن كيعبر هكا 6 الكيسان بعبر كاس العنبه. عندي واحد البيضه، عندي واحد الكاس كبير هكا ديال الحليب اولا كديروا الماء، المهم اللي متوفر هكا كيكون دافي هذا الحليب. عندي نص كاس ديال السنيده وكيبقى على حسب الذوق، المهم هنايا 4 المعالق ديال السنيده. وعندي هنايا 4 كاس ديال الزيت، وعندي هنا واحد المعلقه ونص ديال الخميره. دابا مهما الجو بارد هكايا معلقه ونص، الا كان هكايا الجو سخون كديروها غير معلقه هكايا كبيره. وهنايا واحد الساشي ديال الخماره ديال 8 غرام، واحد الساشي ديال الفاني ب 7 غرام ونص، وواحد المعلقه صغيره ديال الملحه ما عمرهاش. وهنايا 14 غرام ديال الكاكاو اولا جوج معالق كبار. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي باش غادي نحتاجو في العجينه. غادي ندوزو هكايا باش غادي نعجنو العجين ديالنا. اول حاجه غنديروا واحد الحفيره هكايا في الوسط، غنديروا فيها هاد الخميره باش كندوبوها. كما قلت لكم الحليب هكايا راه دافي، غنخلط هكايا الخميره باش كتذوب، باش دغيا كتخمر لينا هكايا. كما كتعرفوا ملي كيكون البرد هكايا كتكون كتعطل لينا هكايا شويه باش تخمر لينا العجينه. صافي، كندوب هكايا الخميره، غادي نزيد السنيده. المهم غنضيف كاع المكونات، غنضيف هكايا كاع المكونات، غندير هاد البيضه حتى هي تكون بحراره المطبخ، الزيت، خماره، الفاني والقبصه ديال الملح والكاكاو. غنخليو حتى كنجمعو العجينه، غادي نقسم العجينه على جوج. غندير معكم واحد الكرواسه اللي فيها هكايا نص شكلاط ونص هكايا ابيض. صافي، هنايا غادي نخلط هكايا العجينه ديالي وغنجمعها. وهنا كما كتشوفوا كنبقى هكايا كنجمع العجين ديالي وكنزيد هكايا زدت واحد شويه ديال الحليب. المهم هكايا في الحليب هكايا بالعبار درت هكايا كاس ونص بعبر كاس العنبه، يعني كاس كبير هكايا عامر ديال العنبه والنص ديالو هكايا اللي كتضيفو. المهم على حسب الدقيق هكايا واش كيتشرب ولا ما كيتشربش، والسوائل هكايا اللي ضفتو. غادي ناخذ هكايا العجينه وغنديها واحد شويه هكا ونجيبها بحال هكا، هي واحد شويه ماشي كندلكو هكايا، غير نحاول ندير لها هكا باش كتجمع. صافي، هنايا كما كتشوفوا كنبقى هكايا كنديها ونجيبها بحال هكا حتى كتجمع هكايا، ما كتبقاش كتلصق كما كتشوفوا هانتوما، كتجي هكايا طريه ورطبه. صافي، غادي ناخذ هكايا العجين وغادي نقسمها على جوج، النص غادي نديروا ليه الكاكاو والنص هكايا غادي نخليوه ابيض. غادي نقسمها على جوج، نحاولوا هكا نقسموها تكون قد قد هكايا هانتوما، كنقسمها هكايا على جوج كويرات بحال هكا. النص هكايا غادي نخليه هكايا فواحد الإناء، وغادي نجيبو النص الثاني وغادي نديرو فيه هكايا، نخليو نجيبو هذا ونخليو هذا جانبا، وغادي ناخدو هاد الكاكاو وغادي نديرو هكايا جوج معالق كبار هكايا ديال الكاكاو. جوج معالق هكايا كبار ديال الكاكاو، وغادي نزيد لها واحد شويه هكايا ديال الحليب باش كتولي لنا بحال الاولى هكايا اللي خلينا، باش ما كتجيش قاصحه حيت الكاكاو هكايا كينشف. وغادي ندخل فيها هاد الكاكاو هكايا مزيان. صافي، هنايا كما كتشوفوا كنبقى هكايا كندخل داك الكاكاو مزيان هكايا، كنديو كنجيب العجينه حتى كتولي هكايا كحله بالشكلاط كما كتشوفوا بحال هكا، كنحيدو هكايا من الاناء باش كتساعدنا هكايا، كندخلو فيها داك الشكلاط وكنزيدو فيها الحليب حتى كتولي طريه بحال هاد البيضه كما كتشوفوا. صافي، غادي ناخدو هكايا نفس الاناء
وغادي نحطوها فيه هكايا العجينه البيضاء وهكا ديال الشكلاط، غادي نغطيهم هكايا وغادي نخليهم حتى كيخمروا لينا هكايا، عاد ندوزو هكايا باش غادي نكملوهم في التحضير. صافي كنغطي هكايا العجينه ديالي وكنخليها حتى كتخمر ليا هكايا، ونرجع معكم هكايا باش نكملوا الكرواسه ديالنا في التحضير. انا رجعت معكم بعد ما كنخلي العجينه ديالي حتى كتخمر، كما كتشوفوا راه غطيتها بواحد المنديل باش هكايا دغيا تخمر ليا، ودابا غادي ندوزو هكايا باش غادي نشكلوها. هانتوما من بعد ما خمرات، حيت باقي غتخمر لينا الخميره الثانيه، غناخدو العجين وغادي نقسمو هكايا على أربعة، كل كويرة هكايا غادي نقسموها على أربعة. ناخدو هكايا العجين الأبيض كنقسمو على أربعة، والعجين هكايا ديال الشكلاط حتى هو على أربعة، كنحاولو نشكلوهم نفس الكويرات. صافي هنايا كما كتلاحظو من بعد ما كنقسم الكويرات هكايا كل هكايا شكل كنقسمو على أربعة. صافي غادي نخليهم هاد عاود نخليهم هكايا واحد الخمسة دقايق ولا ستة دقايق يعاودو هكايا يرتاحو لينا، غنغطيهم ونخليهم واحد هكايا واحد خمسة دقايق كما قلتلكم ولا ستة، ونرجعو ليهم هكايا باش غادي نشكلوهم. أو لا رجعت معاكم بعد ما كنخليو هكايا العجينة ديالنا كترتاح باش هكايا كتعطينا الطو هكايا لا غادي نسرحوها. صافي غادي ناخد دابا أول عجين هاد البيض هذا وغادي نسرحو هكايا بواحد الطريقة كما قلتلكم، غتجي ساهلة هكايا بلا عذاب. صافي غادي ناخدو هكايا واحد شوية ديال الطحين وغادي نديرو هكايا فوق البوطاجي، وغادي نجيبو واحد المدلك وغادي نسرحو هكايا العجينة ديالنا دائرة هكايا، حاولو نسرحو هكا دائرة كلهم هكايا بحال بحال البيضة هكايا وهكا ديال الشكلاط، وكنكونو هكايا دوبت واحد شوية ديال الزبدة ديال التراق، ما كنكبروش هكايا الدائرة، المهم كتكون هكايا بين وبين. كما كتشوفوا بحال هكايا غنبقى بحال هكايا حتى كنسرحهم كاملين. وعلى كما كتشوفوا من بعد ما كنسرح العجين ديالي كامل هكايا على هذا الشكل كما كتشوفوا بحال هكا، كناخذوا اول عجين بيضه هكايا وكنجيبوا هكايا الزبده ديال التوراق ذوبتها هكايا، وكنبداو هكايا كنعمروها هكايا بالزبده مزيان هكايا كما كتلاحظوا بحال هكا، كل قطعه هكايا كنعمروها بالزبده وكنديروا فوقها قطعه نتوما كما كتشوفوا، كنديروا لها الزبده مزيان هكايا. صافي من بعد ما القطعه الاولى هكايا كندير لها الزبده، كناخذ القطعه الثانيه نفس الشكل بحال هكا حتى كنكملهم كاملين هاد البيضين بحال هكا. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما كنكمل هاد البيضه كلها بحال هكا نفس الشكل بحال هكا، كناخذوا العجين هكايا ديال الشكلاط حتى هو كنديروا ليه نفس الحاجه بحال هكا من الفوق، العجينه البيضاء من التحت وديال الشكلاط هكايا من الفوق، كنعمروا هكايا مزيان بالزبده باش كتجينا هكايا مورقه. وعلى كما كتشوفوا من بعد ما كنكملها على هذا الشكل هذا ديال الشكلاط بحال هكا، كندير لها الزبده مزيان كما كتشوفوا. صافي اخر قطعه هكايا كنعاود نسد عليها هكايا، وهاد القطعه الفوقانيه ما كنديروش لها الزبده، صافي كنخليها بحال هكايا هانتوما على هذا الشكل، وغادي نخليها ترتاح ليا هكايا واحد 10 دقائق هكايا ولا حتى 15 دقيقه ترتاح لينا مزيان، عاد نرجعو هكايا باش غادي نسرحو العجين ديالنا باش غادي نكملو هكايا في التحضير ديالنا. انا رجعت معكم بعد ما خليت العجينه ديالي حتى كترتاح هكايا مزيان، غادي نجيبو شويه ديال الطحين وغادي نجيبو هكايا المدلك باش غادي نسرحو هكايا العجين ديالنا، غادي نديرو هكايا شويه ديال الطحين هكايا من التحت باش ما تلصقش لينا. صافي وغادي نسرح هكايا العجين ديالي، كما كتشوفوا هاد العجينه الاخرى راه ما درتش فيها الزبده. صافي وغادي نسرح هكايا، نسرح هو الاول هكا بورك عليها هكايا بالمدلك وعاد نسرحها هكايا بالمدلك، هانتوما راه كتجي طريه هكايا، ومع البرد دابا دغيا كتشمد هكايا الزبده، والا كان هكايا الحال سخون راه كتدخلو هكايا للثلاجه. صافي وغادي نسرح هكايا العجين ديالي مزيان هكايا،
هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنسرح العجين ديالي بحال هكا كما كتشوفوا دائره، هذا هو السمك ديالها كتكون بحال هكا نتوما، ما كتكونش هكا ما كنخليوهاش عاوتاني غليظه بزاف بحال هكا. وغادي نجيبوا واحد الجراره ديال البيتزا هكا او لا موس هكا كيكون ماضي، وغادي نقسموها هكا على شكل كرواسه بحال هكا كنقطعوها في الوسط وكنديروا لها بحال هكا وصافي. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما كنقطع العجين ديالي على هذا الشكل بحال هكا، دابا غادي نجيب الشكلاط ديال الكرواسه هكا باش غنديروا ليه، وغادي نسرحوا هكا واحد شويه العجينه هكا كنجبدوها هكا بحال هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغادي نقطعها واحد شويه من هنايا من الوسط هنايا في هذه البليصه صافي. وغادي ناخذ هكا الشكلاط وغادي ندير هكا جوج ولا وحده المهم على حساب الكميه اللي بغيتو صافي، وكنجرو بحال هكا يا نتوما وكنجمعوا عليها هكا الشكلاط بحال هكا على هذا الشكل انتوما بحال هكايا على هذا الشكل انتوما كيجيو بحال هكايا صافي. وهكايا راه وجدت اللاطه هكايا، غادي نحط فيها ونبقى هكايا مستمره كنقاد فيها هكايا حتى كنكملها ونعمل اللاطه ديالي صافي. هنايا من بعد ما كنكملهم على هذا الشكل كما كتشوفوا انتوما بحال هكايا بهذه الطريقه صافي. دابا من بعد ما سانيتهم هكايا كاملين هيا دابا عمرت اللاطه كما كتشوفوا بحال هكا صافي. دابا غادي نغطيها هكايا وغادي نخليها حتى تخمر الى الخميره الثانيه ونرجع معكم هكايا باش نكملوا هكايا في الطياب. وهنا رجعت معكم بعد ما غطيتها هكايا بهذا المنديل باش دغيا تخمر ليا هكايا الكرواسه. دابا غادي نرجع معكم بعد ما خليتها خمرات هكايا مزيان كما كتشوفوا، درت لها واحد البلاستيكه باش دغيا تخمر ليا هكا. دابا راه شعلت هكايا الفران كيسخن، وغادي نجيب واحد البيضه اللي خلطتها هكايا طربتها بيضه كامله، وغادي نجيب واحد شويه ديال اللوز ايفيلي وغادي ندهنوا هكايا الكرواسه ديالنا باش ندخلوها هكايا للفران. الفران هكايا راه درتو كيسخن مزيان هكايا باش ندخلوا ليه الكرواسه ونقصوا عليها هكايا ونخليوها تطيب على خاطرها. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما دهنت هكايا مزيان بالبيض درت ليها هكايا شويه ديال اللوز ايفيلي هكايا اختياري، لما توفرش هكا كتخليوه غير هكا عادي صافي. من بعد ما درت ليها هكايا اللوز، دابا راه هكايا الفران كيسخن هكايا خليته كيسخن، دابا غادي ندخل الكرواسه ديالي طيب في الفران. من بعد ما طيب ونخرجها ونوري لكم الشكل النهائي ديالها. وهنا هي الكرواسه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا، ها هو الشكل النهائي ديالها. كتجي الصراحه كتجي شيشه هكايا وكتجي مورقه من الداخل بلا عجين مورق، هانتوما كيفاش كتجي. ودهنت بهكايا بشويه ديال الكوفيتير اولا لاباج المهم اللي متوفر، وهذا هو الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.